بصوا بقى شوربه الشوفان شوربه الشوفان طلعت لذيذه قوي قوي، هتعجبكم، مختلفه خالص خالص. يا سلام، اشرحها لكم بسرعه. اول مره ادوق الطماطم في حياتي، سهله جدا ان الشوفان يبقى شوربه. دي بالنسبه لي طب دوقوه كده وقولوا لي هيعجبكم. حاجه جديده. هشرح بسرعه عملتها ازاي. انا شوحت بصل مع طماطم متقطعه مع معلقه صلصه مع الشوفان وحطيت عليه المرقه، خلصت كده. وحطيت شويه توابل ايطالي بس، ما عادش اكتر من كده. طلعت شوربه خطيره ومختلفه، ان شاء الله هتعجبكم. وجبه كامله متكامله. لو حطينا جواها فراخ هتبقى وجبه كامله متكامله. هقدم لكم معاها التورتيا اللي قلت سهله جدا جدا، صحور فظيع، ابيتايزر لذيذ قوي قوي من غير تعب خالص. تورتيا براون، حطيت جواها جبنه سايحه، حطيت جواها زيتون، ورق ريحان مقطع، حطيتها في البان او في الساندوتش ميكر ساحت، بقت خلصانه كده. طبعا كان نفسي تبقى سخنه والجبنه بتمط بس بردت شويه. انا اكتر حاجه عجباني انها سخنه قوي. ما انا عشان تدفيكوا بقى في الاستوديو تلج. او دي مفيده قوي ليا الشوربه دي. هغرف لكم السلطه بس اسخن الباستا كده، شايفين انا سخنه فمش عارفه ادوق. للدرجه ده انا متوصيه بيكم يعني. قلت كده جامد يعني ماما. شوفان دايب مش زي ما احنا طعمه شبه الفريك شويه. صح كده، صح. انا هغرف السلطه وانتوا بتدوقوا وهشرح كده عملتها ازاي بسرعه. برضو السلطه طلعت حلوه قوي وخفيفه قوي ومختلفه قوي وسهله جدا جدا. تفاح اخضر، ذره، فلفل الوان، كزبره خضراء، وكزبره خضراء بتطلع طعمها خطير، والدريسنج بتاعها زبادي يوناني وليمون وعسل ابيض بس كده. طلعت اختراع، جربوها، وسهله جدا جدا جدا. التفاح الاخضر فيه مزازه لذيذه، فبدي طعم مع الكزبره مع الذره مع العسل، سويت اند ساور كده، هتعجبكم، خفيفه جدا جدا جدا. بصي يا مروه، هي السوب حلوه بس غريبه. غريبه يعني انا مش عارفه استوعبها، فما بس هي حلوه يعني. لو ما قلتلكيش دي شوربه شوفان يعني مش هتعرفي. هتعرفي ايه؟ عدس؟ لا هتفتكريها شوربه فريك. فريك، ايوه، مدي على فريك شويه فعلا. او لسان عصفور وراح في حته ثانيه احنا مش عارفينها ممكن طبعا. فهي مديه طعم لذيذ زي ما قلنا. الشوفان غني قوي قوي بفوائده، مليان بصل كتير. بيتا جلوكان ده نوع من انواع الالياف، بتشبع جدا، مفيده جدا جدا جدا. نخش على التورتيه على مغرف السلان. نخش بقى الكلام الكبير بقى، عشان بقى نغرف الباستا اخر حاجه. انا تملي بحب اعمل السلطه. بصوا الحلاوه. بحب اعمل السلطه اول حاجه علشان تشرب من الدريسنج بتاعها، بتفرق قوي. بس حلو يا مرموره ده، ايه رايكم؟ هو طبعا كان نفسي يبقى لسه طالع من على البان عشان يبقى الجبنه بقى بتبقى بتمط حلو قوي. بس حلو. احنا طبعا في حاجات قوي بنضطر نخلصها قبل الهواء علشان نلحق نطلع، فبتبرد من التكييف شويه. الزيتون حلو قوي يا مروه. بصوا بقى السلطه طالعه الوانها تحفه ازاي. هقول مكوناتها تاني: تفاح اخضر، فلفل الوان، ذره، كزبره خضراء، الدريسنج، ليمون وعسل وزبادي يوناني، بنحطهم على بعض. خلصت كده وجبه كامله متكامله. ايه رايكم في التورتيه؟ تحفه، حلو قوي. سلاد، عارفين انا بحب نبتدي، انا تملي بقول احسن حاجه في رمضان نفطر عليها. نبتدي الاول بكوبايه او كوبايتين ميه معاها ثلاث تمرات او كوبايه عصير صغيره، مع اني ما بفضلش قوي الفطار على عصير او على سكر نسبه كبيره. وبعدين اخش على السلطه، وبعدين اخش على الشوربه او الشوربه وبعدين السلطه، وبعدين ابتدي اكل الوجبه الرئيسيه بتاعتي. دي احسن تدريج للفطور. انا بحب قوي السلطات اللي فيها تفاح او فيها حاجه طعمها حلو، بتدي طعم لذيذ. انا بحب السلد خطيره. ايه رايك؟ لا السلد بجد مختلفه وسهله جدا جدا جدا، فيهاش اي حاجه. خطيره. الف هنا وشفا. انا عامله لكم بقى حلو لذيذ ومختلف قوي بالتفاح. بالبانكيك. انا عملت قبل كده تفاح بشرته مع جزر وحطيته جوه خليط البانكيك. النهارده الحقيقه عاملاه بطريقه مختلفه. تفاح حمراء عشان بتبقى مسكره شويه، سخنه قوي. لا يعني في وصايا في الاكل النهارده. والله الاكل متوصى عليه. طب قولي لي، حاسه انها براون او حاجه، ولا حاسه بطعم انها حاسه ان هي مختلفه؟ يعني مش حاسه ان هي عشان ما فيهاش دهون كتير دسمه، مش حاسه ان هي مش حاطه فيها دهون كتير. دي برضو هيلثي. دي هيلثي جدا، ما فيهاش دهون تقريبا خالص، غير معلقه زيت زيتون مش هو حاطه فيه البصل والثوم في الاول. والله ولا يبان عليها. واوت باستا يعني براون باستا، فهي فيري هيلثي يعني ما فيهاش حاجه خالص دهون. اكلمكم بقى على الديزرت شويه، بحبه قوي قوي. ده تفاحه حمراء بقطعها شرايح رفيعه، وبعمل خليط البانكيك اللي هو شويه، انا بحط دقيق شوفان ولبن خالي الدسم، شويه فانيليا، بعمله كده تخين شويه واسقط فيه في شرايح التفاح، واخدها في بان على النار ممسوحه بالزبده، اعملها فيها زي البانكيك، تبقى جواها حته التفاح الرفيعه خالص، بطلعه ازينه بقرفه ودزلت بعسل كده شويه،
خلص الديزرت. لا ينفع تسقطي التفاح فيها وبعدين تشويها او تحطيها على النار، ده بالنسبه دقيق ولبن وبيض جوعني وانا باكل. دقيق ولبن وبيض وبشوحها بس بقلل الزبده شويه، فبقى ديزرت صحي. القرفه على فكره من البهارات الكويسه جدا، مضاده للالتهابات وبتثبت مستوى السكر في الدم. فمن الحاجات الصحيه جدا جدا. طب ايه رايك ندوقها؟ هتدوقها حالا نعرف برضو اذا كانت صحيه ولا بس انا السالد يعني عامله لي حاله خطيره.